ديسباسيتو. ديسباسيتو توصلنا حتى نصف النهار 31 دقيقة على راديو ميد. مرحبا باللي التحق بينا تويكا في كرابت ولا وين ما يسمع فينا حتى على باج راديو ميد على الفيسبوك. نمشي وتتسويت توندونس يوتيوب. توندونس يوتيوب يوسف شنو محضرنا اليوم في التوندونس يوتيوب؟ محضر لكم برشا حاجات. اما اول توندونس كسار قالك رو احنا خنفسروا راو طنوس يوتوش معناتها معناتها راو الحاجات اللي هبطت في الجمعة هذه على اليوتيوب واللي عملت بوليميك وعملت اما انا عندي سكوب. شنو هو سكوب؟ رمزي التعلم مخلي ميسيو في راديو ميد. اي وليت النشط. اي نعم هذه سكوب قديمة ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله بالنجاح لنا الكل. به البير حكى في اليوتيوب ديما ندور ونعمل في فازات. انت قلت لي دورة به كريم الغربي قدم انفعاله المرة هذية على ليلى خليفة كيفاش تهبط في فازيت وكل شيء. قال لها يا بنتي وين تحب توصل وين راو نحن مخاخنا ديما يمشوا لبلاصة أخرى تعرفها أنت وين فهمتني. وعندنا زادة تبارك الله راو نحن توانسة بالرسمي ننتجوا مليح ولا عندنا راو في ماهر عنده غنية خوت عاملة 90 كيلو في ترواجور. اي راو في ماهر فنان معناتها قاعد يخدم برشا في البريود هذية معناتها تحية لي راو في ماهر وعنده صوت باهي تبارك الله عليه. إن شاء الله ربي يوفقه ونشوفه في أكثر أعمال ناجحة. اي إن شاء الله إن شاء الله حتى مش نعمل فيه كليب إن شاء الله. عنا شاب بشير شاب بشير اي هز جوابي عامل مازال كي هبطها قداش عامله تو عامله 626 كيلو حاجه باهي على قداش قداش عنده اللي هبطها عندوش برشا عنده 5 6 ايام والله يسيبيها حتى الشاب بشير زاد معناتها تحيه ليه كان يسمع فينا زاد اغاني كلها بريسك عامله صدى كبير. اي كمل لي. وعندنا وليد الصالحي. وليد الصالحي وليد عاد مازال كي هبط التيزر عاد اي شي لا هي التيزر شوش عامل اي قداش عامله 46 كيلو في نهار معناها وليد بالرسمي قاعد لا ديجا اسمعني هذي مش نشكر الكليب خاطرني حصريين وانا مش نقولها تويك اللي انا مثلت في الكليب معاه مع وليد الصالح. مانيش نشكر وليد مانيش نشكر دونك الاغنيه استناوها باش تهبط في شان وليد الصالح ان شاء الله على قريب. اغنيه مش تعمل ضجه كبيره اللي هي الشيطانه الاغنيه نعرفوها احنا من قبل ما هو وليد تويك عاود عمل لها بستيل اخر كليب اخر وجديد اخر ان شاء الله معناتها نسمعوا. شنو اخر عندنا يوسف؟ عندي برجولي محمد رمضان نحبه برشا. قولك فيه انت محمد رمضان؟ والله نجم مصري ناجح برشا انسان خدام ان شاء الله يا خويا نولي وكا في مراحل هكا نتاع نخلصوا كيما محمد رمضان مشكي. اسمعني من دعوات امه للصباح على الدين وبالرسمي عنده ستيل ديما هبله هبله صاحبي صحيح دعوات امي نحبه انا محمد رمضان قدوتي هذاك بعد رمزي تعلم صحيت. اسمعني انا راني هنا المنشط يلزمك راه وكا شويه تبندير شويه صحيت يلزمك قدوه نتاعي. البارح زاد فاز سامي الفهري والله انا فرحت هبطتها انا لقيت نرمين سفر مبارتاجي قلت سامي الفهري خرج مشيت نثبت من قالوا مازال وان شاء الله ربي ان شاء الله يخفف عليه ان شاء الله ربي يخفف عليه وديما يقعد الحكايه هذه بايدي القضاء دونك ان شاء الله ربي يفرج عليه. اما نحن نحبه معناها حكموا عليه مثالش اوكي اي تو القضاء هذايا ينظر فيها القضاء مش انا مش انت حتى حد اخر ان شاء الله ربي ان شاء الله يرجعوا لعائلته والصغار والاحباب امين يا ربي امين. باهي هون نمشيو معناها تو اخر ربريك الغنيت محمد رمضان مسبح على الدين.